مستر آدم، يعني إجمالا وخط عريض، كيف ترى العلاقات الأمريكية العربية بشكل عام في الفترة الأخيرة ومقارنتها بالفترات السابقة؟ كل إدارة أمريكية لها طريقة، Yeah, كيف ترى الفارق؟ right. Well, first of all, I think it's a great thing that بداية هذا أمر عظيم أن تقوموا بمثل هذا البرنامج، لأن أنا أعتقد أن العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم العربي هناك سوء فهم في هذه العلاقة. الكثيرون لا يعرفون كيف من الممكن أن تنظر الولايات المتحدة الأمريكية للوطن العربي من وجهة نظرها. وفي الحقيقة عندما تقومون بهذا البرنامج لتعريف المشاهدين كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية للوطن العربي، فهذا شيء ممتاز وهذا شيء مهم بالنسبة للمشاهدين. وأنا أعتقد بصورة حقيقية أن من أهم الأخطاء التي ترتكب في الشرق الأوسط أن لا نستطيع أن نتعرف على وجهات نظر المواطنين في الوطن العربي عامة. كمثال، الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزو العراق أو بالحرب في العراق، لا تستطيع أن تعرف كيف ستكون هي وجهات النظر في الوطن العربي، وبالتالي نحن ندفع الآن ضريبة عدم معرفة المواطنين العرب بمثل هذه الخطوة التي أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك حالة من العلاقات المستمرة بين الولايات المتحدة والوطن العربي، العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، فهي مصر تعد منطقة جاذبة للعلاقات الأمريكية، تعتقد منطقة محورية وعلاقات مستمرة مع مصر، كذلك العلاقات مع الاستراتيجية مع إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الأمور بالإضافة للديمقراطية في إسرائيل فإنها تجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تحديد المسارات والقرارات. ولكن الأمر الثالث في الواقع فيما يتعلق بالاستمرارية في هذه العلاقات، وهو الذي يؤثر على كل الناس في الشرق الأوسط، هو مسألة حرية تحديد المسار. كيف تحدد مسار العلاقات التجارية بين أمريكا والوطن العربي، وكيف من الممكن أن نحافظ عليها مفتوحة ومستمرة؟ الآن هذه الأمور هي المستمرة دائما، بقية الأمور متغيرة.